الكتاب والعاملين بهذا الكتاب الذين أكدوا انخراطهم في إنجاح فتوح وفي تطوير مجتمعي البيئة في المغرب، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب قوتهم، لا يجب أن يكون ذلك على حساب أسرهم. الأمر يتعلق 50,000 أسرة بين عشية وضحاها وبعنف كبير تتوقف أرزاقها. نحن ندعو الكيفية اللي فيها تحضير هذا المؤتمر أن نحضر كذلك انتقال هذه العائلات من وضعية اشتغال معينة إلى وضعية اشتغال في ظروف أجمل.